مشروع الدور واطئة الكلفة يعد واحدا من المشاريع الأساسية التي تهتم بها الحكومة العراقية، كون هذا المشروع يستهدف في خططه المرسومة إسكان المهجرين والنازحين في مجمعات سكنية مكتملة المتطلبات على مستوى الخدمات والكلفة المالية. إن مشاريع الدور تتضمن بناء مدارس ومراكز صحية وشوارع وأسواق وجميع الخدمات الضرورية من شبكات ماء وصرف صحي وكهرباء، لتكون بذلك مجمعات سكنية متكاملة. الحكومة العراقية مهتمة بهذا الملف، وطموحاتنا يعني نحن كحكومة يعني إيجاد سكن ملائم وسكن أحسن من أذن الدور اللي يتم بنائها عن طريق دور واطئة الكلفة للمواطن العراقي، لأن حضرتك تعرف مواطن العراقي يستحق أكثر من هذا. وفي نفس الوقت يعني هناك يعني جهود حثيثة من قبل الحكومة ومن قبل وزارة إعمار وإسكان ومن قبل المحافظات عن طريق تنمية الإقاليم لبناء دور واطئة الكلفة ومجمعات سكنية مناسبة للنازحين وللمهجرين وأيضا للناس الفقراء. ومن خلال متابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراحل وعمليات تنفيذ مشاريع الدور واطئة الكلفة، برزت عدة إشكالات تعمل الأمانة العامة مع الجهات المعنية على حلها بصياغ عملية مناسبة. وقد كانت الإشكالات تتعلق بتصميم الخرائط واختيار شركات البناء وآلية توزيع الدور بعد اكتمالها وغيرها من الحالات. كان هناك مشكلة في بناء الدور الواطئة الكلفة من قبل الشركات، فحاولنا ويا UNH وحاولنا كثيرا مع الدول الممولة مع هابيتات UNHCR باختيار أفضل الشركات لبناء هذه المجمعات. وأيضا كان هناك مشاكل أخرى يعني في موضوع حماية الدور واطئة الكلفة من قبل المتجاوزين، يعني قبل ما يتم بناء الدور واطئة الكلفة كان يتم التجاوز عليها، فاتصلنا بقيادات العمليات في المحافظات وفي مدينة بغداد بضرورة حماية هذه المواقع من المتجاوزين قبل أن يتم إكمالها من قبل الشركات المنفذة. وقد أكد مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين محمد صفو محمد أن الوزارة منذ بداية عملها عام 2003 عملت على توفير السكن لشريحة المهجرين، وقد حصلت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عام 2005 موافقة بتخصيص 20 دونما في كل محافظة من أجل المباشرة ببناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة. منذ أن ابتدأت الوزارة عملها عام 2003 15/9/2003 وضعنا أهم موضوع هو قضية توفير السكن للمهجرين والمهاجرين العائدين، وعملنا على هذا المجال، والحمد لله توفقنا في 4 مشاريع استراتيجية لتوفير السكن إلى فئات عنايتنا. فئات عنايتنا هم المهجرين والمهاجرين العائدين من الخارج والنازحين والمرحلين. وذكر الصفو أن المشروع المرافق لمشروع الدور واطئة الكلفة هو توفير قطع أراض للعائد من الهجرة، وقد تم رفع أكثر من 38,000 معاملة إلى المديريات في المحافظات، وهناك نسبة كبيرة من المهجرين قد حصلوا على قطعة أرض. هم عرضوا علي عدة المشاكل، من أهمها كانت مشكلة تخصيص الأراضي للمشاريع دور واطئة الكلفة في العراق. فقمنا بالاتصال مع السيد وزير البلديات ووافق معاليه مشكورا على تخصيص مساحات مختلفة في كثير من المحافظات العراقية. المشروع الآخر هو فيما يخص توفير السكن هو توفير قطع الأراضي. العائد من الهجرة من المهاجرين والمهاجرين إلى حقه الحصول على قطعة أرض. وفعلا رفعنا ما يقارب لحد هذه اللحظات ما يقارب 38,437 معاملة رفعناها إلى مديرية المحافظات في كل من على محافظته. وكثير يعني نسبة كبيرة منهم حصلوا على قطع الأراضي من هذا المجموع اللي قلناه 38,437 معاملة رفعت إلى مديريات البلديات في المحافظات المختلفة. أعلى نسبة رفعنا في البصرة حيث تم شمول 6,000
و288 عائد من الهجرة. نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور فرهاد نعمة الله بيّن أنه بداية سنة 2013 تم تكليفه بمهام المنسق الوطني للمهجرين والنازحين، وقد تم الاتصال فيما بعد بالجهات المعنية وهي اللجنة العليا للمهجرين في الوزارة والدول المانحة لمشاريع النازحين في العراق والمنظمات الدولية، حيث نوقشت برامج وخطط تنفيذ بناء المجمعات. نحن بدورنا وبتوجيهات مباشرة من قبل دولة رئيس الوزراء وأيضا بتعاون مستمر من قبل السيد الأمين العام، استطعنا أن نتصل بكثير من الوزارات الخدمية وبإيصال خدمات إلى كثير من هذه المواقع اللي بيها دور واطئة الكلفة. وفي نفس الوقت كان هناك مشكلة في موضوع تصميم وخرائط الدور الواطئة الكلفة. بعد الاتصال مع UNHCR وهابيتات قدرنا يعني نوسع التصاميم من 35 متر مربع إلى 50 متر مربع، إضافة إلى 100 متر مساحة ممكن استغلالها مستقبلا. رئيسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق كلير برجواز بيّنت أن المفوضية وبعثة الأمم المتحدة يونامي تعمل مع المسؤولين العراقيين لإيجاد الحلول لملف النازحين، وأكدت أن على الحكومة استلام هذا المشروع ليكون تحت إشرافها ورعايتها المباشرة. وفي لقائها مع الأمين العام لمجلس الوزراء دعت إلى أهمية تجاوز الروتين والبيروقراطية من أجل التسريع في الإنجاز وتجاوز عقبات العمل. إننا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق نعمل بكل جد مع المسؤولين العراقيين لإيجاد حل لملف النازحين والمهجرين، وأكدنا خلال لقائنا بالأمين العام لمجلس الوزراء على أهمية تجاوز الروتين في إدارة هذا الملف من أجل التسريع في الإنجاز وتجاوز العقبات التي صادفنا أثناء العمل. وبين لنا الأمين العام لمجلس الوزراء إن الحكومة تعطي الأولوية لهذا الملف من بين العديد من الملفات الأخرى، كون الحكومة جادة في إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذه الفئة من الشعب العراقي من أجل إنهاء حالة النزوح في العراق عن طريق وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية لتنظيم العمل وتحقيق النجاح في جميع المحافظات. إن طموح الحكومة العراقية يستهدف إسكان جميع النازحين ممن لم يتمكنوا من العودة إلى مساكنهم الأصلية، وقد تم بناء عدة مجمعات في المحافظات منها محافظة بغداد بمنطقة سبع البور ومنطقة النهروان ومحافظة ميسان ومجمعات في محافظة البصرة وديالى. الحمد لله تمكننا وحصلنا كتاب للأمانة العامة رئاسة الوزراء سنة 2005 بالحصول على 20 دونم في كل محافظة. 20 دونم هذا لبناء مجمعات سكنية، وتوفقنا بالحصول على 3 مجمعات سكنية في ميسان وفي البصرة وفي ذيقار. أما بقية المحافظات فالعمل جار إن شاء الله للحصول على القطعة 20 دونم. وقد تم تخصيص 198 دونما من الأراضي في مدينة بغداد و20 دونما في كل محافظة من محافظات العراق، فضلا عن إنجاز وحدات سكنية للدور واطئة الكلفة. فعدد الوحدات السكنية المنجزة في بغداد سبع البور 114 وحدة، وفي ذيقار 85 وحدة، وواسط قضاء الصويرة 96، والبصرة أبي الخصيب 90 وحدة، والديوانية 300، وفي كربلاء ناحية الحر 250 وحدة، وبابل ناحية الإسكندرية 100 وحدة. وتتواصل جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء الحثيثة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين ودفع كل ما يقع على عاتقهم من متاعب وأضرار. وفي هذا الإطار يستمر السعي لمعالجة ملف النازحين والمهجرين من خلال تلبية مطالب هذه الشريحة والعمل على تمكينهم من العودة إلى مناطق سكنهم. ومن أجل إنهاء حالة النزوح في العراق ووضع خطة لتنظيم العمل المشترك، تستمر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع وزارة المهجرين والجهات المعنية الأخرى بدعم فئة المهجرين والنازحين عن طريق تنفيذ البرامج والمشاريع مع الشركاء التنفيذيين،
طموح الحكومة العراقية إسكان جميع النازحين ممن لم يتمكنوا من العودة إلى مواقعهم الأصلية، إسكانهم في المواقع الجديدة. هناك يعني خطة من قبل جميع المحافظات ومن قبل الحكومات المحلية في محافظات ببناء دور واطئة الكلفة لإسكان العوائل الفقيرة ولإسكان النازحين والمهاجرين أيضا، حيث يتم بتخصيص مساحات كبيرة من قبل اللجنة الخاصة في أمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا الغرض في كثير من المحافظات العراقية. وقد شهد عام 2012 تحقيق نجاح ملحوظ في مجال العودة من خلال تنفيذ مشاريع عدة لدعم عملية الاندماج كبناء الدور واطئة الكلفة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمشاريع المدرة للدخل مع المنظمة الدولية للهجرة. نحن على أتم الاستعداد لمواصلة العمل مع الحكومة العراقية، لكن عدد الدور المطلوب إنشاؤها كبير جدا، وما زال هناك حوالي 1,000,000 شخص مهجر في العراق، ما يعني كمعدل حوالي 200,000 أسرة، ولكن ليس بإمكاننا تغطية الكلفة اللازمة لبناء 200,000 وحدة سكنية، وهذا يضعنا أمام خيار تولي الحكومة العراقية وبشكل كامل تكملة هذا المشروع بالتعاون الفاعل مع الجهات المعنية كوزارة الإسكان والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية. إن عملية معالجة مشكلة المهجرين والنازحين في العراق يتم حلها بثلاث طرائق من قبل الحكومة العراقية: الأولى بمنحهم مكافآت مالية وتشجيعية لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، والثانية العمل على توفير ملاذ جديد لهم كما يحصل اليوم من خلال بناء مجمعات واطئة الكلفة لهم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للاجئين وحقوق الإنسان، والثالث عبر دمجهم مع المجتمعات الأصلية ومحاولة خلق مجتمع واحد وتذليل العقبات أمامهم.